موعد مباراة ميلان وإنتر ميلان بالجولة 23 من الدوري الإيطالي اليوم الأحد 21 فبراير 2021 والقنوات الناقلة والمعلقين. في بداية الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. مرحبا بكم من جديد على قناة أخبار توب. أقدم لكم اليوم موعد وتوقيت مباراة ميلان وإنتر ميلان التي ستقام اليوم بالجولة 23 من الدوري الإيطالي، حيث تنطلق المباراة اليوم الأحد 21 فبراير 2021 وذلك في تمام الساعة 4 مساء بتوقيت مصر، والخامسة مساء بتوقيت السعودية، والسادسة مساء بتوقيت الإمارات، والثالثة عصرا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة بين سبورت اتش دي 1 وبين سبورت اتش دي 4، والمباراة بتعليق عصام الشوالي. ويقام اللقاء على ملعب سان سيرو. ويدخل فريق ميلان هذه الجولة وهو بالمركز الثاني برصيد 49 نقطة، كما يحتل فريق انتر ميلان المركز الأول بالصدارة برصيد 50 نقطة بفارق نقطة واحدة بينهما. وفي النهاية إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والشير.